о проведении специальной военной операции. الطريق إلى المجهول هي ضغطة زر، لكنها لن تبقي ولن تذر. قد تأتي النار من حيث يولد مستصغر الشرر، وفي ذلك يتخوف المراقبون من لحظة مفصلية تفضي لنهاية دراماتيكية قد تقود البشرية نحو الطريق إلى المجهول. في ذلك الحطام ما يكفي لاستدعاء المزيد من صور العدم، فهل يفضي هذا المشهد الرمادي لخيار دموي هو الأبشع في التاريخ الإنساني؟ تتأسس تلك الفرضية التشاؤمية على ما وقر في الذاكرة الجماعية من صور الدمار والانهيار لعقود طويلة خلت عقود، خسرت فيها البشرية خلال صراعاتها العسكرية أضعاف ما فقدته جراء الأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية، تستدعي مراعي الموت تلك المشاهد المأساوية للحروب العالمية. برصاصتين اثنتين أطلقهما مواطن صربي اغتيل وريث العرش النمساوي الأرشيدوق فرانز فيرديناند عام 1914، فامتدت ألسنة اللهب لتطال القارة الأوروبية برمتها. زيدت النار اشتعالاً وسط حالة الاستقطاب الدولي، فجمعت الحرب القوى العظمى في تحالفين متعارضين. قوات الحلفاء ممثلة في المملكة المتحدة وأيرلندا والجمهورية الفرنسية الثالثة والإمبراطورية الروسية ضد دول المركز ممثلة في الإمبراطوريتين الألمانية والنمساوية المجرية، فضلاً عن الدولة العثمانية ومملكة بلغاريا. ثم أعيد تنظيم هذه التحالفات وتوسيعها بانضمام إيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى دول الحلفاء. وهكذا اتسعت رقعة الصراع لتشمل أنحاء أوروبا ومنها إلى مستعمرات القوى العظمى، ودارت وقائع حرب ضروس شارك فيها 70 مليون مقاتل، أكثر من 9 ملايين من العسكريين و7 ملايين من المدنيين قضوا في تلك المعارك الضارية حتى عام 1918. زيد على ذلك ما شكلته الحرب من مناخ خصب أفضى لظهور المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والأوبئة والمجاعات، مما أدى لوفاة 100 مليون إنسان وفق بعض التقديرات. انتهى عرس الدم الهستيري فيما كتب الحلفاء المنتصرون لأنفسهم تاريخهم الخاص بموجب مؤتمر باريس عام 1919. تأسست عصبة الأمم لمنع نشوب حرب عالمية ثانية، غير أن السياسيين المنطقيين آمنوا بأن نهاية الحرب ما هي إلا هدنة في الطريق لنشوب حرب جديدة. أدت معاهدة فرساي إلى تركيع ألمانيا عسكرياً واقتصادياً وتقليص مساحة أراضيها وخسارة مستعمراتها. أفضت تداعيات الحرب إلى ظهور الحزب النازي كتكتل سياسي قدر له أن يغير وجه الحياة الأوروبية في العقد الثالث، مع الظهور البارز لأدولف هتلر مدفوعاً بالرغبة في الانتقام ومحو ذل معاهدة فرساي. تسارعت نذر المواجهة،
فسيقت أوروبا ومن خلفها العالم نحو مستنقع الحرب العالمية الثانية في الأول من سبتمبر عام 1939. ومن جديد زادت حدة الاستقطاب الدولي بين حلفين عسكريين متنازعين. قوات الحلفاء تتقدمها المملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ضد دول المحور تتقدمها ألمانيا وإيطاليا واليابان. حرب عالمية شارك فيها نحو 100 مليون إنسان من 30 بلداً، وقدرت خسائرها البشرية بأكثر من 62 مليون قتيل، أغلبهم من المدنيين الأبرياء، هذا بخلاف الجرحى والمشردين. أبيدت مدن بكاملها، وأدت دوامة الحرب إلى تدمير 70% من البنية الصناعية الأوروبية، وتم استنزاف موارد الدول الاقتصادية، إذ وضع المتحاربون كل قدرات بلدانهم في خدمة آلة المجهود الحربي. أما التدافع المحموم لإحراز النصر الكاسح فقد قاد الولايات المتحدة إلى استخدام الخيار الذري في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. أي خريف مخيف ذلك الذي يمكن أن يقضي على مظاهر الحياة بين غمضة عين وانتباهتها. ما إن انتهت الحرب في 2 سبتمبر عام 1945 إلا وقد تركت في الذاكرة الجماعية صوراً دموية لطالما عبرت عن السيناريو الأسوأ لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، وسط سباق محموم أفضى لاحقاً لامتلاك عدد من الدول أشد الأسلحة فتكاً. كل ما هو حي سوف يتبخر. تغيرت الخريطة السياسية العالمية، وأنشئت الأمم المتحدة أملاً في منع نشوب صراعات مستقبلية، وهو أمل ما كان ليتحقق على أي حال. أما الحلفاء المنتصرون فصاروا متسلحين بحق النقد الفيتو كأعضاء دائمين في مجلس الأمن. تضاءل نفوذ الدول الأوروبية الكبرى، فراحت تداوي جراحها بعد سنوات الحرب العالمية، تاركة في مستعمراتها القديمة فراغاً كافياً لكي تملأه حركات التحرر الساعية للانعتاق من أسر الاحتلال البغيض. انهار التحالف المضطرب بين حلفاء الأمس، وتشكل النظام العالمي ثنائي القطبية تتقاسمه الولايات المتحدة الأمريكية بكتلتها الغربية، والاتحاد السوفيتي للجمهوريات الاشتراكية بكتلته الشرقية، ثنائية ضدية ستستمر لنحو 46 عاماً. حبس خلالها العالم أنفاسه جراء حرب باردة بين قوتين عظميين تمتلكان أقوى الترسانات النووية وتتنافسان على السيادة فوق الأرض وفي قلب الفضاء. شهد العالم المزيد من التوترات الجيوسياسية والحروب والصراعات والنزاعات المسلحة. فاقت نتائج الحروب والمواجهات الإقليمية ما فقدته البشرية على مدى حربين عالميتين. تصارعت وتيرة الأحداث الدولية في بدايات العقد التاسع من القرن العشرين، فقادت لنهاية الحرب الباردة. انهار الاتحاد السوفيتي وسقط جدار برلين، بينما توج القطب الأمريكي انتصاره السياسي بإعلاء قيم الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية، مكللاً مسعاه بما أطلق عليه العولمة. كما شهدت بداية القرن 21 صعوداً لافتاً للصين. سعت الولايات المتحدة لاحتواء آثار صعود التنين الأصفر
توحد الاقتصاد الأوروبي ثم أعلن انتقال مراكز القوى الاقتصادية من مجموعة الدول الصناعية السبع إلى مجموعة العشرين. أما الذراع العسكري الغربي ممثلاً في حلف شمال الأطلسي والمعروف اختصاراً باسم الناتو، فقد وصل مد نفوذه في الشطر الأوروبي الشرقي كأحد أهم التجليات العسكرية لعصر العولمة. تطور عالمي رأى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداً مباشراً لبلاده في وقت يسعى فيه لبناء دولة قوية تستحق أن تتبوأ مكانتها في نظام عالمي متعدد الأقطاب. خاض الدب الروسي المتأهب فصول ما اصطلح على تسميتها بالحرب الباردة الجديدة. ظل الوفاق المراوغ بين روسيا وبين المعسكر الغربي يراوح مكانه، وما لبث بوتين أن مد نفوذه السياسي والعسكري خارج الحدود من جورجيا إلى جزيرة القرم الأوروبية. وبدا واضحاً أن صداماً عسكرياً وشيكاً يلوح في الأفق، بينما العالم يئن تحت وطأة حرب من نوع جديد. عن حرب الفيروسات المتحورة نتحدث، عن الخطر الداهم الذي يواصل ترحاله في الكوكب حاصداً أرواح ملايين البشر، مستنفذاً العالم بنحو 22 تريليون دولار كخسائر اقتصادية. لكن ظهور الشبح المتحور لم يحل دون الإقدام على كارثة عالمية جديدة. وما كان لتلك الآليات الحربية والحشود العسكرية التي تقاطرت من روسيا الاتحادية صوب الحدود الأوكرانية إلا معنى واحد أدركه الغرب، هي أن الحرب قادمة لا محالة. وهكذا تصارعت وتيرة المواجهات الدامية واجتازت تبعاتها الإنسانية والاقتصادية حدود الدولتين اللتين تعدان بمثابة سلتي غذاء لعدد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية. صار الأمن الغذائي العالمي في دائرة الخطر، فللأرقام مغزاها ومعناها حين تصدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. فقالت الأرقام إن 800 مليون إنسان يواجهون الآن شبح الجوع، بينما يتأرجح 44 مليوناً في 38 دولة على حافة المجاعة تضرراً من استمرار تلك الحرب. فمن المصادفات المؤلمة أن تتشارك الدولتان المتحاربتان قائمة الدول المصدرة لعدد من أهم الحاصلات الزراعية كالقمح مثلاً والشعير، الذرة وزيوت الطعام. وإذا كانت تلك الحرب ساحة لصراع مفتوح على كافة المآلات، فقد صنفت كمثال بارز لتطبيق مفاهيم الحرب السبرانية كجزء مما يطلق عليه الحرب الهجينة، تلك التي تتكامل فيها الأسلحة التقليدية مع التكتيكات غير النظامية لتحقيق الهدف. قل ما شئت إذن عن تطور الدعاية والحرب النفسية، عن الهجمات الإلكترونية والعمليات السرية، عن الإكراه الاقتصادي والضغط الدبلوماسي، وحتى عن أساليب الحرب بالوكالة. أياً ما كان الأمر، فما زالت تتوالى تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا في استعراض عام لقوة ترسانة حربية ما زالت تطن المزيد من أسرارها الخفية. فهل تعجل الحرب الروسية الأوكرانية بانهيار الأحادية القطبية الأمريكية لتفسح المجال لنظام عالمي متعدد الأقطاب؟ أم تتصاعد دائرة الانفجار فتتخطى الحدود وتقود العالم
نحو الطريق إلى المجهول. الساعات القادمة تجيب. Это же жизнь.